صناعة الوعي مع الدكتور فالح الرويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه السلسلة من حلقات صناعة الوعي عبر أثير إذاعة حسنة بالمملكة الأردنية الهاشمية. أرحب بعقولكم وأرجو أن تفكوا أحزمتها وتستمتعوا بهذه الرحلة. في هذه الحلقة من صناعة الوعي نريد أن ندخل في سؤال مهم جدا، كيف نبني وعينا الحالي؟ كل إنسان في الوقت الحالي لديه إدراك للمحيط والعالم من حوله، كيف اكتسب هذا الوعي؟ ومن هنا أريد أن أتكلم عن فيلسوف الحضارة مالك بن نبي رحمه الله. فيلسوف الحضارة مالك بن نبي تكلم عن معنى الثقافة، ودعوني أشرح لكم ما أقصده وما أعنيه بالثقافة حتى يتبادر أو نفسر فيما بعد الوعي الذي نحصل عليه من المجتمع المحيط فينا. مالك بن نبي فيلسوف الحضارة، الفيلسوف الإسلامي العظيم الذي ولد عام 1905 وتوفي عام 1973، يعني هو فيلسوف حديث يعتبر، يقول أن الثقافة مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ لحظة ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه ما يقوم به من تصرفات بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، فهي بهذا المعنى المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه الشخصية. فالإنسان الموجود في المملكة الأردنية الهاشمية له محيط يعيش فيه مختلف عن المحيط الذي يعيش فيه إنسان في القارة الأوروبية أو في أحد الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة آسيوية أو حتى دولة عربية، محيط مختلف، ثقافة مختلفة. الثقافة كذلك يقول عنها مالك بن نبي هي مثل الدم الذي يغذي الجسد، يعني الثقافة ذلك الدم في جسم المجتمع الذي يغذي حضارته ويحمل أفكار الصفوة كما يحمل أفكار العامة، وكل هذه الأفكار منسجم في سائل واحد من الاستعدادات المشابهة والاتجاهات الموحدة والأذواق المناسبة. يمكن أن نشبه الثقافة التي نعيش بها مثل الضغط الجوي، نحن لا نشعر بتفاصيل الثقافة التي نعيش بها، لا نشعر بها إلا إذا دخلنا في ثقافة مجتمع آخر. الضغط الجوي إحنا ما نشعر فيه، هو قوة محيطة فينا لكن لا نشعر بها إلا إذا ارتقينا في الأعلى أو نزلنا في الأسفل، صعدنا أحد الجبال نشعر بالضغط، نزلنا في الأعماق المحيطات نشعر أيضا بالضغط، وكذلك الثقافة لن تشعر بضغطها أو بتكوينها إلا إذا خرجت في بيئة ثقافية أخرى مختلفة تماما، عندها ستشعر بالاختلافات الموجودة. هذه هي معنى من معاني الثقافة التي نتحدث عنها، وبذلك يصبح الآن المعنى أوضح. طب خلوني بعد أفصل لكم شوي في معنى الثقافة. المجتمع كما يقول مالك بن نبي فيلسوف الحضارة يقول له ثلاث مكونات أساسية، هذه المكونات الثلاث هي التي تكون الثقافة. يقول هناك عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء. ما هي الأفكار أو ما هو عالم الأفكار المشكل للثقافة؟ هي مجموعة المعتقدات والمسلمات والتصورات والمبادئ والنماذج التي تحتويها عقول مجتمع ما، ويدخل في هذا العالم أيضا أنماط التفكير والقيم والمشاعر والأحاسيس. أعطيكم بعض القيم الموجودة في مجتمعاتنا العربية إجمالا، مثل قيمة الكرامة وقيمة الشرف، هذه القيمة موجودة ومغروسة في وجدان كل إنسان مسلم أو كل إنسان عربي تحديدا بشكل أعمق. كذلك معنى الرجولة تأتي في المجتمع تجد لها معنى محدد واضح المعالم، كذلك النظرة للآخر، هذه من بنية عالم الأفكار. وبالمناسبة القيم ليس ما يقال باللسان بل ما يطبق بالأركان، بمعنى القيم ليست ما تسمع بالآذان بل تشاهد بالعين. فلو جاءني إنسان وكلمني عن الرجولة وأخذ فيها كلام طويل جدا لكن في موقف يحتاج الرجولة والشهامة والنخوة هرب وابتعد، سنتساءل الآن هل يحمل قيمة الرجولة أم لا يحمل هذه القيمة؟ بالطبع لا يحملها وإن تكلم بلسانه ونظر فيها. أو خلنا نأخذ مثال آخر، قبول الآخر وقبول الاختلاف بيننا وبين الإنسان الآخر. كذلك لو تسأل أي إنسان في برنامج، في لقاء، في حتى جلسة مجتمعية بين الناس يتبادلون الآراء والأحاديث،
ما رأيك في قبول الطرف الآخر؟ ستجد أن هناك اختلاف، ستجد أن هناك قبول عام أن احنا نحتاج أن نقبل الطرف الآخر وأن نحترم الاختلافات الموجودة وأن نحترم عقول الناس، لكن تعال شوفها في أرض الواقع في التطبيق عندما يحتد النقاش بين طرفين. والأمثلة دعنا نقول الجيدة في هذا المجال هو برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة. هذا البرنامج يستضيف النخبة أو يستضيف مثقفين. بعض الحلقات نجد أن هؤلاء النخبة والمثقفين يتبادلون الشتائم، وربما تبادلوا الكؤوس التي أمامهم. هنا نتساءل، أين قبول الآخر في هذا السلوك؟ أين القيمة؟ السلوك هي التي تعبر عن القيم وليس الكلام الذي نتحدثه. ننتقل الآن للحديث عن عالم الأشخاص كما تحدث عنه مالك بن نبي، فيقول أن عالم الأشخاص هو مجموعة العلاقات والنظم والاتصالات والقوانين التي تنظم حياة الناس الذين يكونون في هذا المجتمع. فعالم الأشخاص مرتبط بالشخص من حيث اسمه ونسبه وعرقه وشكله وعشيرته وماله. هذه الترتيب أيضا نجد في خصوصية لكل مجتمع عربي، في اعتزازه بالأنساب والقبائل، في حتى مسألة الزواج، البنت تتزوج ابن عمها تحديدا، هذا جزء من منظومة عالم الأشخاص الموجود في أي مجتمع. إذا هذا مركب من المركبات المهمة، لكن لاحظوا معي، عالم الأشخاص يرتبط بقوة بعالم الأفكار وبمنظومة عالم الأفكار. العالم الثالث هو عالم الأشياء، كل ما ينتجه هذا المجتمع من مبان وشوارع وزراعة وصناعة وغير ذلك من المنتجات والخدمات المحسوسة والملموسة. فعالم الأشياء بذلك يقوم على الماديات والملموسات بالحواس الخمس. ويفرق بالمناسبة مالك بن نبي بين الحضارة وبين الحالة الحضارية. فالمجتمع الذي يستورد كل أشياء من الخارج، التكنولوجيا تستورد من الخارج، ناطحات السحاب يبنيها مهندسين من الخارج، الشوارع والطرق أيضا يبنيها ناس من الخارج، هذا المجتمع فيه حالة حضارية وليس حضارة. بمعنى، هل هو مجتمع غني؟ لا لا لا، هو مجتمع فقير، لأن المجتمع الذي ينتج ويصنع بنفسه هو المجتمع الحي أو المجتمع المتحضر، بينما المجتمع الذي يستعين على الآخرين في بناء عالم أشياءه هو مجتمع فقير ولا شك. وأيضا مرة أخرى، كيف ينهض عالم الأشياء وكيف ينهض عالم الأشخاص؟ بارتباطه بعالم الأفكار، بعالم الأفكار الذي تحدث عنه مالك بن نبي رحمه الله. وبالحديث عن الثقافة، أريد أن أنقلكم بس نقلة بسيطة من مالك بن نبي فيلسوف الحضارة إلى أحد المفكرين الأمريكيين المشاهير وهو جوزيف ناي. وهذا المفكر له كتاب بمسمى القوة الناعمة، ويعتبر أحد المنظرين في معنى القوة الناعمة. والآن طبعا تطور المصطلح لديه وأخرج شيء يسميه القوة الذكية. على كل حال، يتحدث أيضا عن الثقافة ولكن من منظور آخر. ولاحظوا معي، أنا ليش قاعد أتكلم عن الثقافة تحديدا؟ لأني أربطها بالوعي. إحنا أبناء الثقافة، الوعي الموجود لدينا مرتبط بعالم الأفكار وبعالم الأشياء وبعالم الأشخاص اللي إحنا عايشين في كنفه. جوزيف ناي يقول أن الثقافة مجموعة من القيم والممارسات التي تخلق معنى المجتمع، ولها عدة مظاهر. فمن المألوف، يعني من مظاهر الثقافة، شيء يتعلق بالثقافة العليا أو ما يسمى بالثقافة العليا، كالأدب والفن والتعليم. وهذه المكونات تعجب النخبة، الناس الرايقين الحلوين اللي دارسينها. وهناك ما يسمى بالثقافة الشعبية، وهي جزء أيضا من مكونات أي مجتمع، وترتكز عادة على إمتاع الجماهير. أعطي أمثلة على الثقافة الجماهيرية، الألعاب الشعبية، الأغاني الشعبية، المسامرات، الأكلات الشعبية، هذه كلها تعتبر من مكونات الثقافة في داخل المجتمع. هذه مكونات شعبوية أو شعبية، لأن كلمة شعبوية لها معنى ومفهوم آخر. فيقول جوزيف ناي، من مصادر القوة الناعمة في مكونات المجتمع الثقافية لأي بلد هي الفنون والتقدم التكنولوجي والعلامة التجارية الرائدة، الجامعات العريقة، دور العبادة، ومقدار ما تحصل عليه الدول من جوائز نوبل. هذه كلها تعطيك مؤشرات على القوة الناعمة التي تمتاز بها الدول.
كذلك المجهودات العلمية والبحثية، الموسيقى، السينما، حجم استضافة مواقع الإنترنت، الأطعمة الشعبية الشهيرة. يعني الآن من لا يعرف البيتزا؟ البيتزا هي أكلة شعبية إيطالية، فتعتبر بالنسبة لإيطاليا قوة ناعمة. الكاري كطبق هندي مشهور أيضا يعتبر يمثل قوة ناعمة للهند، إن احنا نعرف الآن طبق الكاري. بالنسبة للأردن المنسف أو المنسف حسب اللهجة وحسب اللفظ، تعتبر من القوة الناعمة. هذه الأكلة مشهورة في كل دول العالم، أو خلينا نقول دول عربية تحديدا. يعني الفلافل، الفلافل الآن حتى الغرب يسمونها فلافل بنفس المعنى ونفس المصطلح، تعتبر قوة ناعمة بالنسبة لدولنا كشيء ثقافي احنا وردنا للآخرين. وحتى أبين لكم قوة المكونات الثقافية في التأثير على المجتمعات الأخرى المنوعة. يذكر جوزيف ناي عن السينما، السينما نعم، والتلفزيون، فيقول: جدار برلين اللي هدم عام 1989 قبل أن تهدمه الدبابات والمطارق، يقول إحنا هدمناه في ثقافتنا الأمريكية، هدمناه في قلوب الشباب ألمانيا الشرقية من خلال السينما والأفلام، لأن السينما والأفلام تقدم الثقافة الغربية بشكل وتروج له بشكل حلو خفيف لطيف ظريف، تتابع الفيلم وتتشرب هذه الأفكار بشكل بسيط وسهل. هو ما يقول لك كل الهمبرجر وكل المشروبات الغازية أبدا، أو البس اللبسة الفلانية، لا لا ما يقول لك يا، هو يصورها لك بأحلى شكل وحط لك الأبطال يتعاطون مثل هذه المنتجات ويستخدمونها، أنت لا إراديا تستخدمها وتصبح متعلق تماما بتلك الثقافة. ويذكر مثال طريف جوزيف ناي في كتابه القوة الناعمة، يقول: اليابان عشان تقضي على التشويه لصورتها في الولايات المتحدة الأمريكية سوت اشترت عدد من المؤسسات الإعلامية الكارتونية حتى تبدأ تضخ شيء مع اليابانيين، تضخ وتروج للثقافة اليابانية من خلال مؤسسات رسوم متحركة تصور الشخصية اليابانية بتصوير حسن وتصوير جميل. مرة أخرى، لماذا أتكلم في الثقافة اليوم؟ حتى أقول لكم أن المحيط الذي يشكل به الفرد طباعه الشخصية ويتكون به وعيه هو يعتبر مكون ثقافي. لهذا هل بلادنا اليوم تصدر ثقافتها للخارج؟ بمعنى القيم الموجودة لدينا اليوم، هل نحن متمكنون من ترويجها مثل قيمة الكرامة والشرف والنخوة؟ هل استطعنا أن نروجها إلى الآخرين؟ أم أننا بتنا نستقطب مكونات وقيم ثقافية أخرى في داخل مجتمعاتنا مثل قيمة الفردانية وقيم النجاح بشكلها المادي البحت؟ هذه قيم من الخارج نحن نستوردها اليوم في داخل مجتمعاتنا وفي داخل حتى مفهوم شبابنا اليوم لهذه القيم. هذه كلها تشكل الوعي الذي يحيط بنا. نتمنى أن تكون الأفكار التي عرضت نالت إعجابكم، واستطعنا أن نقدمها لكم بشكل بسيط وسلس، وعلى أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامج صناعة الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صناعة الوعي مع الدكتور فالح الرويلي.